كده يا نعمة الحساب هيبقى 2 مليون جنيه. مبروك عليك التركة كلها وتاخدي الجمل بما حمل. عايزة ابني يا دكتور. انا اسف، هم قالوا لي انها فاقت يعني. الف حمد لله على سلامتك يا ام النونة. لا بس بسم الله ما شاء الله، يعني البيبي الخالق الناطق الشريف الله يرحمه. ولا كنا بقى محتاجين نعمل دي ان ايه ولا اي حاجه يعني. كتر خيرك يا باشا. انا كان لازم اجي لك بقى وابارك لك ونقط البيبي الصغير ده شيك ب 50,000 جنيه. الا بالحق يا نعمه، صحيح ناوي اسميه ايه؟ ودي عايزه كلام برضه. اسميه شريف طبعا على اسم ابوه. يا حبيبي الله يرحمه. طبعا طبعا. وقسم دي بطل لغوصه في الاكل. الاكل ده معقم رايح لنعمه المستشفى. انت فاكرني ايه؟ حشري تلوث؟ معقم ايه؟ ده انا باخد خصايه. وعم انت جايبني على مالا وشي من غير ما احط لقمه فوقي. هاكلك هاكلك. بقول اللي انت عايز ايه؟ انا كتبت عرفي على البنت منى الشغاله اللي هنا. ايوه كتبت عليها عرفي، وخدت القرض من البنك 150,000 جنيه عشان نفتح مطعم انا وهي، وكتبت لها كل حاجه باسمها. في الاخر ضحكت عليا، قالت لي امك في العش وانا طارت. نصبت عليا زغلول. وانت اخويا وحبيبي، عاوزك تساعدني تقف جنبي عشان ترجع لي فلوسي دي. قرض حشري؟ ايه عبيط انا ولا ايه؟ ما انا عارف من الاول ان انت اللي لهطت ال 150,000 جنيه بتوع اعتذار. وش ايه؟ مش الكلام ده، ده انا هفضحك. اوعى، انا مش حرام، انا ما سرقتش حاجه. وبعدين يا زغلول، لو انت عايز تقف معايا وتجيب لي حقي اهلا وسهلا بيك، يبقى امين. مش هتجيب لي حقي، اتفضل توكل على الله من هنا روح. لا يا حبيبي، ده كان زمان قبل ما اعرف. انا خلاص عرفت، انا محامي، رجل قانون. لا يمكن اقف مع حرامي زيك. انا ضميري المهني يحتم عليا ان اطلع اقول للست الغلبانه اللي فوق دي. اوعى تروح. خد ايه؟ شد خاطري، شد خاطري يا زغلول. ابوس ايدك، ابوس ايدك. اوعى تجيب سيره الموضوع ده. وبعدين ده طول عمرها مكوشه على الفلوس، على قلبها انت كده. دلوقتي انتوا الراجلين اللي في العيله. مش قوي. ولا اتكلم عن نفسك يا يخرب بيتك. انا عايزه حق اختي يا ابليس. حق ايه يا توت؟ انا اختي اتخبطت بعربيه عشان يقتلوها هي وابنها، واللي عمل كده عايش حياته عادي جدا. ما تسيقيش الظن يا توت، ما يمكن يعني حادثه قضاء وقدر. لا حادثه. وابليس عارف عيله البنهاوي كويس، وقعد على قلبه مراوح. اسمعي كلام خطيبك يا توته، يمكن تكون حادثه فعلا. ويمكن مش حادثه، ويمكن سمر مراتك هي اللي وراها وانت عارف وساكت. يا بنت في انت مجنونه ولا ايه؟ هبت منك. انا هعمل كده في نعمه بنت خالتي؟ ابليس عزت. ايوه عزت، اللي لبسته في اكل البشوات وكلت من وراه الشهد. ابعد عشان نتفاهم. اسمع يا ابليس، انا قتلت كين عشانك وكنت رجوله وواقف معاك. انا دلوقتي عندي قضيتين، لو اتقفشت في قضيه صادق وشريف هروح في داهيه، هيعلقوني من رقبتي. وعشان كده انا لازم اخرج بره مصر، ومحتاج فلوس من خزنه ليا. لو ما اديتنيش فلوس الرصاصه دي هتبقى في دماغك. ما عنديش اي اعتراض، انا قاتل اتنين قبل كده، عندي استعداد اقتل التالت والرابع والخامس. قوم يا ابليس قوم افتح الخزنه عشان اسافر بره، يا اما اوديك المشرحه. مين ده يا ابليس؟ وايه اللي بيقوله ده؟ اخلص انت وهي، مش عايز اسمع صوته. شش، اهدى اهدى وهديك اللي انت عاوزه. ماشي، قوم افتح الخزنه. حاضر، من عينيا. ليه؟ ليه؟
السلام عليكم. وعليكم السلام. كويس انك انت جيت يا زغلول عشان تروح معانا المستشفى نشوف هنعمل ايه بعد نعمه ما ولد. قبل المستشفى بس حشري كان عنده كلمتين كده عايز اقولهم لك. ايه خير؟ هتقول انت ولا اقول انا ولا ايه؟ هقول يا زغلول هقول. اعتذار انا اللي سرقت الفلوس من سحارة الكنبه. كنت عاوز اعمل بيها كده مشروع فاجئت بيه. بس يا خساره. فلوس طارت. نصب عليا. ايه؟ انت اللي سرقت فلوس يا حشري؟ انت اللي سرقت تحويشه عمري وقهرتني؟ لا. والله لا. انت عارفاني. عارفاني يا تضهر. انا عشت معاك السنين دي كلها. عمري ما عوزت منكوا حاجه. انا كنت راضي بطبق الكشري اللي مقسوم لي. وعمري ما طلبت كماله. ولا حتى قلت للدنيا زودي لي دقه. انتوا. ايوه انتوا. انتوا اللي اتبطرتوا على النعمه. بصيتوا لفوق ولبستوا توب غير توبكم. انتوا اللي رفضتوا طبق الكشري كان بيوجع بطنكم. وتقولوا الورد بيدمع علينا رغم البصله متحمره كويس. انتوا اللي بصيتوا لفوق. لفوق قوي. انتوا اللي حلمتوا احلام مشطشطه مش قدكم. وبنتك. بنتك اللي حطت تخيل في بطنها عشان ملايين. لكن انا ما طلبتش حاجه. انتوا باصين لفوق. لفوق قوي. انا طول عمري عايش النهارده. انتوا باصين لبكره. انا ماليش الا النهارده. طول عمري وقفالي زي اللقمه في الزور. استخسرت فيا الفلوس لاقين بيها دماغي المحليه على الارض. بس يا خساره اخر بتقول عليا وحش. لو انا وحش تبقى انتوا اللي وحشين. فلوس طارت. طارت دار وانا طرت معاها. خلاص خلصت الشويتين اللي انت جاي تضحك عليا بيهم. ماشي يا حشري اطلب للبوليس يا زغلول. انا لازم احبس الراجل ده. لا قبل ما نحبسه نرجع الفلوس الاول. بلاش بوليس يا فضل عشان خاطر بلاش بوليس وتبادلين على اخر الزمن. ابوز رجلك يا زغلول. يا اخويا اقنع اقنع على ما تجيبليش البوليس. واعتبر الفلوس دي اعتذار لما انا عشت معاكي وصبري على ذلك وعفريتك واعمالك ونصبك على الناس. اقسم لك بالله العظيم يا تضار انا همشي همشي ومش هتشوف وشي تاني. انت رايح فين؟ هات لي الراجل ده من قفاه انا لازم احبسه. لا احنا ايه اللي يتعبنا وجرينا وراه؟ احنا نعمل له معطر والبوليس هو اللي يجري وراه ويجيبه من قفاه ونرفع عليه قضيه وواحد مني هكسب بالك. ماشي يا حشر. الو. ايوه يا توت. بتقولي ايه؟ حبيب امك يا شريف يا رب خليهولي يا رب يا رب تقومي بالسلامه يا حبيبي.
أنا ماما يا حبيبي. الواد اللي أنت بتدلعي وتهشكي فيه ده من اختراع أنا، بس لسه ما قبضتش ثمنه. من اختراعك يعني إيه يا دكتور؟ استغفر الله العظيم يا رب، ده خلقة ربنا يا أخوي. وبعدين ما أنا قلت لك لما أقفش الفلوس بتاعة الورث هديك اللي أنت عاوزه. لا والنبي، هو أنت ما أدريتيش إن أنا عرفت إن أنت عديت الفقر وبقى ليك رصيد في البنك بعد الله يرحمه دفتر التوفير؟ يا دكتور انا صرفت كتير قوي على منظري والمظهره الفشخره الكذابه بتاعتي، هعمل ايه؟ رصيدي في البنك ما يكفيش ربع الفلوس اللي انت عاوزها والله. ما تشغليش بالك يا نعمه، احنا اخوات. بص يا ست الكل، انت بايدك الكريمه دي هتمدي لي وصل الامانه ده. اصل انا ما فيش قصد ولا فصل، يا تمدي لي وصل الامانه يا ضلمها لك يا امك. خلاص ده ب2 مليون بس، انت عارفاني أنا مش طماع. شكرا، مساء الخير يا جماعة. أنت يا نعمة، أنا لما جلال قال لي قلت له مستحيل. إزاي قدرت تخدعينا كلنا كده؟ ركب ما تكلمش يا ابني. ما أعرف أنا. يا حبيبي يا ابني، يا قارتي عليك، يا قارتي عليك يا كورنر. خير يا دكتور؟ هو عدى مرحلة الخطر دلوقتي، بس هو في غيبوبة. وإن شاء الله يفوق من الغيبوبة دي امتى؟ ده مش بنك، دي غيبوبة، الله أعلم هيفوق منها امتى، احنا بنحاول. شكرا يا دكتور. وابن الحرام اللي عمل العمل كده ما قبضوش عليه. لا لا، مسكناها المهير من الشركة. الو. ايوه يا نعم. اجيب لها السيرة. ايه؟ طيب، انا جالك حال. في ايه يا زغلول؟ نعمة اتقبض عليه. يا مصيبتي. ده شريف ده كان روحي. ايوه انا حملت منه بعد ما مات. بس في حد يقتل روحي يا باشا؟ امال تفسري بايه سرقتك الحيوانات المنويه وعمليه الحقن المجهري اللي انت عملتيها؟ مش عشان الميراث؟ ملعون ابو فلوس الدنيا كلها. بقول لك ده كان روحي من جوه. هو جالي المستشفى قبل ما يموت، وانا كنت بموت ساعتها، وكنت خلصانه خالص بعد ما ضربوني علقه، وهو اللي رد فيا الروح تاني، وقال لي انه لو الزمن اتغير يا نعمه ما نفسيش يبقى عندي ابن غير منك انت. وهو الزمن اتغير وهو مات، ما فكرتش غير اني احقق له امنيته، وما كانش عندي وقت. عملت عمليه الحقن دي بسرعه قوي عشان كان نفسي احقق له انه يبقى له ابن في الدنيا شايل اسمه. حتى لو هتشنقوني انا مش هممني حاجه، على الاقل هروح لشريف وهقول له يا شريف انا جبت لك ولد شايل اسمك في الدنيا دلوقتي من بعدك. انا اسفه يا نعم، بس انا مضطره انشر كل اللي حصل، ده شغلي. انا ما قلتلكيش ما تنشريش يا عبير، بس انشر الحقيقه كامله، ما تنشريش نصها ولا حته منها. استنوا شويه وبكره الحق يبان لكم ان انا ما قتلتوش. اصبروا شويه وهتعرفوا ان انا مش شمال. انا عملت كده عشان بحب، بس انتوا مش هتفهموا الكلام ده. محدش هيقدر يفهم، محدش هيفهم يعني ايه واحده بتحب واحد نفسها في عيل منه. محدش هيفهم يعني ايه واحد مات واللي قتلوه بيتمتعوا بفلوسه وهو ملوش ابن يشيل اسمه. مش هتفهموها عشان مش بتحبوا زيي، أنا بس اللي بحب. أخبارك إيه؟ أخويا فين؟ شد حيلك. أخويا فين؟ قال لله.
يا دكتور، عاوزك بقى تحكي لي كل حاجه تعرفها بالتفصيل، اتفضل. هو لسعادتك يا باشا، اولا هي فكرتها هي مش فكرتي انا، ودايما يا باشا العمليات دي بيبقى نسبه النجاح فيها ضعيف قوي. هوب ربنا كرم والعمليه نجحت. يرضيك بقى يا باشا عشان العمليه تنجح هتحبس انا؟ لا خالص، انتوا الناس فيكوا شيء لله، معقوله برضه تتحبس؟ طب ووصل الامانه وال2 مليون جنيه؟ ابليس انت كده في خطوره جامده قوي عليك. لو عرفوا ان انت معاك الفلوس دي كلها بعد ما قبضوا على السواق ده هتلبسك هتلبسك. والحل يا رشا؟ تكتب لي كل حاجه بيع وشراء، وانا هقول لهم ان انا كاتباهم باسمك من الاول عشان عيله البناوي ما تفتكرش ان انا بضربهم في السوق. وما تطلع من اللي انت فيه ده خلاص هرجع لك كل حاجه تاني ونشتغل مع بعض. اللي انت عايزه يا عم اقولك. هروح اجيب المحامي ساعه وهكون عندك. تمام. امين. خد بالك من نفسك. قبض على الواد السواق اللي عمل الحادثه. وهو قال ايه؟ هيقول ايه يعني؟ تلاقيه كان مبلبح حاجه ولا برشم من الزفت اللي بياخدوه ده، مش كده يا سامي؟ اه بالظبط يا حبيبتي. على فكره بقى لما سالوه قال ان ابليس هو اللي دافع له عشان يعمل كده. ابليس؟ لا 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 ما اظنش طبعا ابليس ممكن يعمل حاجه زي كده. يا ابن الحرام، واعمل لي فيها طيب وعايش وسطنا، واعمل فيها عبد العبيط. واحنا كده بقى عرفنا جيجي الفلوس دي كلها جت منين؟ ها؟ اه على رايك طبعا. على فكره بقى، في حد على فكره له مصلحه جامده جدا في موتهم، هو اللي دفع لابليس عشان يعمل كده. مش معقوله طبعا ابليس هيدفع من جيبه يعني. مصلحه ايه بس يا سمير؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما هو كده الحقيقه واضحه زي الشمس يا جماعه. يعني ابليس جاب سواق عشان يخلص من صادق وشريف، وبعد ما التحقيقات اتقفلت طلع بقى بنت خالته دي اللي اسمها نعمه تقول لك انا ليا في الورث وحامل. والحمل اصلا حصل بعد موت شريف. يبقى مين القاتل؟ يبقى مفيش غيرها. الجربوعه اللي اسمها نعمه. قول لي بقى يا ابليس، ايه الاتفاق اللي تم بينك وبين نعمه عشان تقتل صادق وشريف وبينها؟ نعمه مالهاش دعوه يا باشا. امال قتلتهم لصالح مين؟ مش لصالح حد. انا ما قتلتش. عايز اتعترف عليك يا ابليس، وشاهد العين الوحيد قال على اوصف. بص يا باشا، انا حربت بس ما قتلتش. حربت لصالح مين؟ ولا حد يا باشا. بص يا ابليس، لو انت حربت لصالح نفسك فدي فيها اعدام يا مؤبد، لكن لو انت كنت وسيط يعني حربت لصالح حد يعني، فدي يعني لو معاك محامي شاطر من 10 15 سنه. ولو انت بقى بتقول البقين دول عشان تحمي بيهم نعمه، نعمه نفسها لو مكانك كان زمانها قرت عليك يا باشا. بدل المره قلت لك 100 مره، نعمه ملهاش دعوه باي حوار يا باشا، طلعها من دماغك بقى يا باشا. ده انا اخويا، اخويا اللي تمنيته في الدنيا دي اغلى حاجه عندي يا باشا، ربنا افتكره خلاص. انا ماليش حيل يا باشا، الف وادور خلاص، انا انتهيت. ماشي، يبقى نريح بعض بقى ونجيب من الاخر. مين اداك الفلوس عشان تفتح بيها الشركه وتجيب بيها العربيه الاحدث موديل عشان تحرض على قتل شريف وصاد؟ شركتي يا باشا، شركتي في الشركه. مين؟ رشا عزت يا باشا، رشا عزت وحامد النشار. رشا هي اللي كلمت صادق بيها عشان يروح المناقصه دي هو وشريف باشا. رشا يا باشا. انت لابسه اسود ليه يا اما على طول؟ اوعى يكون شريف ابني جرى له حاجه. بعد الشر عليه يا حبيبتي. لابسه اسود من اللي احنا فيه. انا بس عايزه افهم، انت قتلتي جوزك وابوه ولا لا؟ ايه اما اللي انت بتقوليه ده قتل ايه؟ حتى انت؟ ما انا مش فاهمه حاجه. امال حملتي ازاي بعد الراجل ما مات؟ وايه الملعوب اللي انت لعباه؟ احنا ستر وغطى عليك. هو يكون الواد ده ابن حرام؟ اقتلك. تفهم من بقك ياما. شوف يا نعمه، انا المحامي بتاعك ولازم اعرف الحقيقه كلها عشان اعرف ادافع عنك ويكون في علمك.
موضوع الحمل ده ممكن جدا يضعف موقفك في القضية. يضعف بقى ولا ما يضعفش؟ الواد ده من أنا وشريف بالشرع والقانون، ولو كان يما إبليس هو اللي عمل كده هاكله بسناني، ولا حكومة ولا سجن هيمنعوني عنه أبدا. مش تعملي الواجب وتروحي تزوري جوزك قتل القتلة. أنا كلمت سمير المحامي وهيرفع لي قضية طلاق. يا بالسرعة دي كده؟ يا نهار اسود. ايه رشا وحامد النشار. يا سامي صباح الفل. يا سامي صباح الفل يا ابليس باشا. في ظرف ساعة زمن عليك قدامي هنا. يا على الزمن بقيت دلوقتي بتؤمر وبتنهي وبتدي اوردرات. الله ينور عليك. اوردر تيجي لي هنا. يا جيجي ساعة زمن ولاقيك قدامي هنا. يلا مش عايز كلام كتير. يلا اكتب يا ابني. قررنا نحن محمود المرسي وكيل النائب العام الإفراج عن المتهمة نعمة عبد العال بكفالة قدرها 10,000 جنيه. ايه بقى؟ ايه حالة الصمت اللي انت عايش لنا فيها دي؟ انت جاي تسمعنا سكوتك في ايه؟ انا مش عارف والله. مستنين حد باين. انا ايش عرفني؟ الله الله الله. اهلا. مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. منصور 5 دقايق بس استناني بره، هنتكلم كلام عائلي شويه. وانا مش هعرف اروح فين باللي انا فيه ده يا منصور. معلش صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي انا قعدت مع كل واحد فيكم لوحده. جيجي وسامي. لما سمر ورامز بقى قعدت معهم هما الاثنين. يعني باختصار كلكم دفعتولي عشان اقتل شريف البنهاوي. احنا هنتجنن بقى يا ابليس. قاعد اسمع ولا كلمة لحد ما اخلص كلام. كل واحد فيكم فاكر ان هو اللي ورا الحادثة دي. انما الحقيقة بقى ان كلكم دفعتولي عشان شريف يموت. انت اكيد بتخرف. اكيد واخد دهوة مأثر على مخك. يلا بينا يا رامز، ده شكله مخه لسع وعايز يلبسها لنا كلنا. انا ابليس فاكرني غبي زيكم؟ انا مسجل لكم كل حاجة. مسجل لكم قعدة الاتفاق على اكل شريف البنهاوي. تحب اسمعها لكم؟ ساكتين ليه؟ اسمعها لكم؟ دلوقتي يا ابليس انت حبست حامد النشار ورشا، عايز مننا ايه؟ رشا دي غبيه. طب والله غبيه. انت عايز تستقرضني وتاخد مني الشركه فكان لازم اعدلها. انما حامد النشار ده ملوش في الموضوع من اساسه. رشا كانت عارفه كده كده ان شريف هيموت. لما هي فكرت في موت صادق. انتوا الاساس، هم جم بعدكم. انتوا الاساس. انا قلت زياده الخير خيرين ما دام كله بيدفع. انتوا عارفين. وقلت اللي يقتل واحد يقتل اتنين مفيش مشكله. سامي وجيجي كان يهمهم ان شريف يموت عشان ما يقسمهمش في الورث. انما رامز وسمر بقى كان يهمهم ان شريف يموت لانه اكتشف خيانتهم. بجد يعني دي شهاده لله. يعني سامي كان متاثر فعلا بموت اخوه. متاثر من جواه. انا كنت شايف كده. بس انا هعمل ايه؟ انا عبد المامور ولازم انفذ. لما ربنا ما بتعاندش ابدا. صادي هو اللي مات الاول. وبعدين شريف ورث ومات بعديه. وبعدين جت نعمه هي وابنها وورثت كل حاجه. لا لسه ما ورثتش. ده عاير ابن حرام مش هيورث. مش موضوعنا دلوقتي. مش دي الحكايه. لو انتوا فاكرين ان ابليس هيشيل الليله دي لوحده تبقوا غلطانين. اخبيه. انا مش هشيلها لوحدي ابدا. طب انت هتستفيد ايه بقى لما تبلغ عنه؟ ما انت خلاص خدت فلوسك. الديل كده خلاص خلص. وجاي تفضحنا كلنا قصاد بعض ليه؟ عاوز فلوس زياده؟ مش هتبطل بقى طمع. وبعدين احنا خلاص ما بقاش معانا فلوس نديها لك. لا انا مش عايز فلوس.
ما بقتش احب الفلوس خالص، مش عايز فلوس. فلوس ملهاش عايزه في السجن، ملهاش مكان. امال يا ابني انت عايز ايه؟ عايز اخرج. واحنا نخرجك ازاي يعني؟ وتخرج ازاي يعني؟ مش فاهم. عايز تخرج عشان تبلغ عننا بالتسجيلات اللي معاك؟ ده هي لو موجوده اصلا صدقني لو بلغت مش هتستفاد اي حاجه. شوف يا ابليس، الحكم اللي عليك ده كده كده موجود، ففكره ان انت موجود جوه السجن ده شيء لطيف. ليه بقى؟ لان طول ما انت جوه واحنا بره هنقدر نقوم لك اكبر محامي في مصر. طبعا وهنراعيه، وانا بقى بفلوسي ومعارفي هقعدك جوه كانك قاعد في اوتيل خمس نجوم، ولما تخرج هنضمن لك مبلغ محترم قوي يظبطك بقيه حياتك. الله الله، فظاع فظاع. بقول لكم ايه؟ انتوا ايديكم طايله، تقدروا تعملوا اي حاجه. انا هديكم مهله ست شهور، هتخرجوني هتلاقوا نفسكم انتوا اللي جوه مش انا، وهتقولوا ابليس قال. يلا اتكلوا على الله. يلا يلا. شايف بقى عبير؟ شفت شريف حلو ازاي؟ شبه ابو الله يرحمه بالظبط، نسخ سبحان الله. ربنا يخليه لك يا نعم. يا رب. عايز اقول لك ان اللي عملتيه قلب مصر كلها ومحير كل المحامين وخبراء القانون، وانا والله العظيم واقفه جنبك ونشرت الخبر بطريقه معاكي مش ضدك. يا اختي ربنا يخليكي، بس ويحيرهم ليه وما مالهم بينا؟ وانا كنت عملت ايه يا اختي اصلا؟ دلوقتي طفل لاب متوفي وام مطلقه لكن لسه في العده، مش عارفين بقى اذا كان ليه ميراث ولا لا، وانت عليكي عقوبه ولا لا، كلهم مختلفين. ما يختلفوا ولا يتعببوا، انا مالي بيهم اصلا. انا في حالي، انا كل اللي يهمني بس ان ابني يقوم بالسلامه واخده في حضني. كلها شهر ونص ان شاء الله ويطلع واخديه في حضني في العمر كله. يا رب يا اختي ان شاء الله حتى الدنيا بعدها تولع بما فيها، المهم انا وابني. مالك يما؟ في ايه؟ انت بتفولي ليه كده؟ مفيش حاجه. بتعيطي ليه؟ اقتدار ما تقولي، وانا مش عارفاك يعني؟ في ايه يما؟ كورنر يا نعمة، كورنر ابني مات، مات، مات. انت بتقولي ايه يا يما؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مات يا نعمة، مات. الحكم على حامد النشار ورشا عزت بالاشغال الشاقه المؤبده، والمتهمين الاخرين بالسجن المشدد 15 عاما. ده جميل قوي الكلام ده كده. ابليس لبس 15 سنه. والله العظيم الغبي ده انا خايفه منه. وده هنخرجه ازاي بقى ان شاء الله؟ ده متخلف، ممكن يودينا كلنا في داهيه. لا ده متخلف على نفسه، انا هعرف اتصرف معاه. نشوف بس هيقولوا لنا ايه في الجلسه الجايه. انا مش رايحه الجلسه دي عشان تبقى عارف، والبت دي مش هتورث على جثتي. ايه دي بس يا جيجي؟ قال بالحق صحيح، انا سمير قال لي انه انت وهو كنتوا مزورين العقد بتاع بيع نص الفيلا اللي انت قلت ان صادق باعها لك. الكلام ده صحيح؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي سمعتيه يا جيجي ما تحوريش. هو انتوا ليه متخيلين ان الناس اللي بتشترون بالفلوس مش ممكن يبيعوك بفلوس اكتر؟ اصل هو كان خايف يعني ان بعد ما نعمه ظهرت انها تقدم طعن يعني في العقد المتزور ده فتتحبسي. فقطعيه احسن، قطعيه، احنا بقينا ستر وغطى على بعض. ستر وغطى على بعض قدام الناس؟ ممكن نشاركهم ولا ايه رايك يا سمر؟ ايه رايك يا رمز؟ ده انت بتاع فضايح بقى. ها يا استاذ زغلول، مستعد ولا هتكسفنا؟ لا اوعي تقلقي، احنا تمام الحمد لله. ايوه يا استاذ زغلول، ده احنا حاطين اعتمادنا على ربنا وعليك. انا عايزاك بقى تسول وتقول كده وتقول كلام من اللي بيترافعوا فيه في المحاكم. دي قضية عمر. ما هو ده اللي مخوتني. نعم. لا انا عايزاك بقى تهتم قوي، لان دي فعلا قضية عمرك. انت بعد منها هتبقى مشهور قوي لو كسبتها. بقك لباب السماء يا رب ينصفك وينصفنا.
بإيديا دول يا إبليس، بإيديا. قتيل 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 قتيل. ومن كل ما سبق يتضح للمحكمة أن لموكلتي وابنها حق ثابت تطالب به بعد أن فشلت كل مساعيها في الحصول عليه بالطرق الودية، وبعد أن ذاقت الحرمان على يد المدعي عليه. سيادة الرئيس، لقد عاملوها كزوجة ثانية، أجبروا زوجها على تطليقها، ولكن عدالة السماء أبت الظلم، وشاءت إرادة الله أن تحدث الوفاة وموكلتي في شهور العدة. وحيث أن محضر الجد المرفق بالأوراق التي بين أيديكم والمحرر بمعرفة النيابة الحزبية ما هو إلا دليل رسمي لا يقبل الشك على مفردات التركة، وبناء على ذلك وبعد كل ما سبق، فإن موكلتي وبعد طول عناء أن تصمم على مطلبها الوحيد، وهو الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتسليمها نصيبها ونصيب ابنها القاصر من التركة والمثبت في محضر الجرد وعريضة الدعوة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على القانون والأوراق المتداولة، ولما كانت المدعية نعمة عبد العال عبد الحق قد اتخذت سبيل الاحتيال بالحصول على السهل المنوي للمورث بعد وفاته وعلى غير رغبة منه، مما نتج عنه إنجابها لطفل ذكر من صلب المورث، فقد حكمت المحكمة أولا بحرمان المدعى عليها من نصيبها في الميراث الشرعي، ثانيا إلزام المدعى عليهم متضامنين بتسليم المدعية نصيب ابنها القاصر شريف شريف صادق البنهاوي في تركة المرحوم شريف صادق البنهاوي المحددة المعالم والحدود في محضر الجرد المرفق صورة. طب انت هتستفيد ايه بقى لما تبلغ عنه؟ ما انت خلاص خدت فلوسك، الديل كده خلاص خلص، وجاي تفضحنا كلنا قصاد بعض ليه؟ عاوز فلوس زياده؟ مش هتبطل بقى طمع؟ يعني هم ما كانش مسجلهم الاتفاق الاولاني؟ لا يا باشا، بس هم عشان اغبياء، هو كان بجمعهم التجميعه دي كلها عشان يسجل لهم الاعتراف ده، وقال لي يا نعمه يا بنت خالتي لو ما خرجتش من السجن بعد 6 شهور ودي الاعتراف ده لجلال باشا. تخلف، ما قالش كده من الاول ليه؟ ده غلبان يا باشا، كان فاكر ان هو هيعرف يخرج من السجن. غبي غبي، هو في حد بيدخل السجن وبيخرج منه؟ مساء الخير، نورين يا عرايس. الشرطة في خدمة الشعب، مش محتاجين حاجة؟ مساء النور يا حضرة الضابط. يا ترى بقى اللمة دي كلها ليه بقى؟ بعدين أنت مش عارف أنت بتتعامل مع مين؟ على فكرة حضرتك، أنت ممكن تتعرض للمساءلة القانونية بسبب اللي بتعمله. هو في إيه؟ في إيه يا جلال باشا؟ في حاجة ولا إيه؟ لما تفكروا بعد كده تهربوا بره مصر وتحجزوا طهران، ما تبقوش تكلموا الليموزين وتسيبوا عناوينكم فيها. هو ليه حضرتك معتقد ان احنا هربانين؟ احنا رايحين نقضي شهر العسل في المالديف.
ما احنا قلنا بقى عشان كده الزفه لازم تبقى علينا وتبقى زفه مير. اتفضل. يا شكليات. عارف الشمس حاميه قوي على قد هات يا حبيبي كده يا رب هات سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أختي حبيب قلبي يا ناس، أنت حبيب سته قلبي سته. لو السفر عمرو هاشم محمد كامل مهندس ديكور. شنطة فيها ايه؟ اكشلي فيها شوية هدوم وديزاينات واشياء شخصية. بليز الوقت مش صالح خالص، لازم اطلع روما دلوقتي. بليز. ثانك يو ثانك يو جو جو ثانك يو.